المسألة اللي تطرح هي حرمان الحدث من الحرية. القانون يعتبرها استثناء الاستثناء. عندنا إشكال الاحتفاظ بالحدث، لأن صعبت عليهم في القانون يقولوا الحراسة النظرية سموها الاحتفاظ بالحدث، ولكن راح حمد يعني حراسة نظرية مقنعة بين لا، ولكن إشكالية ما تشافش غير من هذا الجانب. يجب كيفية ضمان حرمان يعني المخالف للقانون من الحرية دون أن نفقد أساسيات البحث التمهيدي، لأن من خالف القانون يجب أن يخضع للقواعد لكينا، لأننا سواسية أمام القانون كل من خصوصياته. هنا يعني هنا التحدي اللي مطروح المجتمع، إلى القانون ما قدرش يحل هذا الشيء، هل هناك مؤسسات اللي يمكن تكون بديلة على حرمان هذه الحادث في هذه المرحلة البحث من الحرية، ولكن ماشي في مركز اعتقال. الإشكال الثاني هو الاعتقال الاحتياطي. الاعتقال الاحتياطي اللي هي معضلة اللي الآن القانوني، رجعنا للمسطرة الجنائية، وسمحوا لي الإخوة اللي ماشي قانونيين لأن ملزمين غادي ندخل شوية في كيهرس الراس القانون، ولكن هذا الشيء اللي عطاه الله. إلا خديت المقتضيات ديال المسطرة الجنائية أنها كتمنع أو لا يمكن أن يدعى في مؤسسة سجنية ولو بصفة مؤقتة الحدث الذي يتراوح عمره بين 12 و 18 سنة إلا باستثناءين. الاستثناء الأول إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري، والاستثناء الثاني استحالة اتخاذ أي تدبير آخر. يعني ما لقينا ما نديروا مع هذا. الملاحظات على كل وحدة من هادو. بخصوص التدبير الضروري، ليست هناك شروط أو معايير لتحديد ما هو الضروري. فعلا من الزاوية القانونية هذه 40 سنة اللي أنا كنجري في هذا المجال، صعب إن لم يكن مستحيلا أن نضبط في نص قانوني هذه الشروط والمعايير لسبب بسيط، لأن الحالات التي تعرض على نزاع القانون مختلفة، كل حالة لا تشبه ولا أخرى، والشروط تختلف من الحالة إلى أخرى. ولكن بعد 20 سنة من الممارسة لا القانونية ولا المؤسساتية، واستلهاما التجارب الدولية اللي احنا مفتوحين عليها، والتطور المؤسساتي والقانوني اللي عرفته البلاد في هذه 20 سنة الأخيرة، يجب أن نصل إلى توجيهات دي ديريكتيف اللي تساعد القضاء في هذا المجال هذا. لأن علاش؟ قاضي التحقيق عنده سلطة واسعة، يمكنه أن يضع الحدث يعني رهن الاعتقال دون أن يبرر، في حين أن القاضي إذا أراد اتخاذ قرار بحرمان الحدث من الحرية يجب أن يعلل له تعليلا خاصا. وعلى الأقل نبقاو في مسطرة موازية لمطبق في القضاء، يطبق كذلك في مرحلة التحقيق، أن أوامر قاضي التحقيق للاعتقال يجب أن تكون معللة تعليلات خاصة. بخصوص استحالة اتخاذ أي تدبير، هنا ما مشكلة قانون، ما مشكلة مؤسسة قضائية، هنا مشكلة سياسة عمومية. يجب أن تجد لنا المؤسسات الحاضنة التي تساعد على حسن نفاذ وتطبيق القانون. وهذه النقطة راه تارتها الأستاذ بلكوش، تارتها الأستاذ سيسيل، وغادي نرجع لها في نقطة. لماذا؟ لأن الحادث يعني في حدود 18 سنة البيئة الحقيقية ديالو هي العائلة والمدرسة، وبالتالي في هذا الإطار أي مؤسسة يجب أن تعمل في إطار هذا المنظومة هذه، باش الطفل ما ينفصلش عن الفضاء الأسري وعلى كذلك الفضاء المدرسي. تحديد مدة الاعتقال الاحتياطي، قلنا أن 2003 مكنت بلادنا بقضاء خاص بالإحداث، ولكنها في قضية الاعتقال الاحتياطي يطبق عليهم ما يطبق على الرشداء،
لأنها لم تحدد لنا قواعد خاصة إن كان ضروري من الحرمان من الحرية باش نعرفوها، لأن الاعتقال الاحتياطي في الجناح كيكون مشهر 3 شهور، وفي الجنايات مشهرين 10 شهور. وما دام أن ما تحددش قواعد خاصة بالأحداث فإنها يعني يطبق عليها ما يوجد في النص. وهذه نعتقد هذه من المسائل البسيطة اللي يمكن نوجدوا لها حل، لأنها ما مرتبطاش بمؤسسة أخرى، ما مرتبطاش بشيء آخر، هذا خيار قانوني يجب أن يؤخذ. الإشكال كذلك اللي مطروح في المسطرة هو ماشي غير إشكال في هذا الجانب الأحداث، هو التشريع عندنا في المغرب نتيجة لظروفنا الاجتماعية والسياسية من بعد يعني مرحلة الاستعمار أنه شرع بالاحتراز، هو القانون احتراز، ولكن احنا كنزيدوا واحد شوية، عندك ما تكونش هادي، عندك توقع هادي، هو الاحتراز الأساسي، وما تخليش الفراغ، لأن القانون ما كيبغيش الفراغ، ولكن احنا كنزيدوا واحد شوية من ضمنها مثلا تعويض أو إضافة عقوبة حبسية أو مالية وأسبقية تنفيذ العقوبة الحبسية، في حين أن النص الأصلي بالمسطرة الجنائية ما يجعل الاعتقال إلا استثناء. هنا بخصوص تعويض أو تكميل تدابير الحماية والتهديد بعقوبة حبسية أو مالية عفاتنا محكمة النقد، هناك اجتهادات ثابتة ولا أعتقد أنها ستتغير، على الأقل في هذا المؤلف تبتنا واحد 17 أو 18 القرار صادر على محكمة النقد، هذا كيطرح تحدي على محكمة النقد، لأن لا يعقل أعلى هيئة قضائية غادية في اتجاه وما زالت تصدر عندنا أحكام مخالفة لهذا التوجه. هذا ماشي قرار منعزل، ماشي قرار، قرارات متداولة. وغير اللي رجع للسيت ديال السلطة القضائية ودار عدالة الأحداث راه غادي تخرج واحد 50 ولا 60 قرار في هذا الاتجاه. بالتالي هنا مسألة التكوين، مسألة العلاقة التنظيمية داخل الجسم القضائي. بخصوص تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بالأسبقية، كاع المجهود اللي دار 2003 جاو في الاخر وسقطوه في الماء، كاع ذاك المجهود اللي دار كيجيو في الفصل ويجيو لاخر الفصل ويزيدوا لك هذه العباره بخصوص تنفيذ العقوبه السالبه للحريه انها تطبق بالاسبقيه، يعني كاع اللي، وهي معاكسه التوجه تحت ديال محكمه النقد، اما أننا إما أننا غادي نخليو يعني نفس القاعدة العامة أو لا ما نقولوش بلي أن هذا راه استثناء الاستثناء، فعلا بعض الحالات غادي تبقى عندنا استثنائية ولكن ما تكونش بالقاعدة القانونية. لأن علاش إلا رجعتوا للتعديل ديال 2003 غادي تجيب الهدف اللي حداته المسطرة هو بلوغ، هذا من الديباجة ديال التعديل ديال 2003، بلوغ غاية واحدة وتحقيق مطلب سامي هو حماية الحدث من الانحراف وتقويم سلوكه لإعادة إدماجه في المجتمع. هذه قبل دستور 2011. الوقت غادي نمر لا ما عندنا، ما غادي نديرو، غادي نمشي مباشرة الإشكالية الكبيرة اللي هي مراكز حماية الطفولة. بعيدا عن المجهود اللي كيتقام والمجهود كنقول الخارق، لم يعد وضعها مقبولا في بلدنا، ليس مقبولا 56، لأن لا يعقل لمؤسسة تحرم فيها شريحة من الحرية أن تكون غير منظمة بقانون.
فلحد الآن هذه المراكز لا قانون لها، هي منظمة بواسطة إجراءات تنظيمية، النظام العام لمؤسسات حماية الطفولة في 2006، ماشي قديم بزاف. دليل إجراءات مراكز حماية الطفولة 2012-2014، دليل حقوق واجبات أطفال مراكز حماية الطفولة، وهي دلائل مهمة جدا، المكونات ديالها رائعة، ولكنها تبقى إجراءات تنظيمية. لأن علاش؟ التزامات المغرب بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وكل يعني أفعال سوء المعاملة، تعتبر هذه المراكز مراكز اعتقال، مراكز حرمان من الحرية، لأنها يدخلها الشخص ولا يمكن أن يغادرها بمحض إرادته. هذا هو التعريف اللي كاين في البروتوكول، وبالتالي تخضع لرقابة لا الأجهزة الدولية اللي هي اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب، ولا اللجنة الوقائية الوطنية من التعذيب اللي هي تابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. فأول يعني شيء هو شرعية هذه المؤسسات. الوزير وزير الاتصال والشباب في تقديم ميزانية السنة الماضية للوزارة في 2023 قال باللي ان هناك مشروع قانون قيد الاعداد، نتمناو انه يخرج يعني الوقت البارح ماشي اليوم. اشكال الثاني ديال هذا انها تحتضن فئات لا علاقه لفئه بالاخرى، اطفال احداث في نزاع مع القانون يعني اللي في خالفوا القانون، احداث لوضع اجتماعي فرض عليهم أن يكونوا هناك، وبعض الأحيان القضاء يحيل عليهم ضحايا. وتدبير هذا الوضع ليس سهلا، والهيئات الرقابة اللي قلت لن تفهم هذا الوضع. انتهي بالنقطة الأخيرة اللي هي السياسة العمومية، لأن رغم المجهود اللي كيتقام في القضاء في هذا الجانب الأحداث، لأن الإخوان والأخوات أنا بحكم التجربة يجب ملاقاة والجلوس مع قاضيات وقضاء اللي كيشرفوا على موضوع الأحداث، وتشوفوا المعاناة اللي كيعانيوها، وقصر يد القضاء لاتخاذ تدابير للحرمان من الحرية، لأن بدائل ما كايناش. علاش بدائل ما كاين؟ إما مؤسسات عندنا ناقصة، أو أنها ما مستطعاش تستوعب، وبالطريقة ديال إعادة الإدماج لكل ما يمكن أن يحال عليها. وهذا هنا 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 مشكل السياسة العمومية، وهذه السياسة العمومية إلى مشيت لكل وزارة عندها واحد الجانب، على الأقل وزارة الشباب، وزارة التضامن الاجتماعي، الأسرة والتضامن الاجتماعي، عندهم شي شادرات، عندهم شي شادرات فاتش، ولكن ما كاين سياسة عمومية. علما بأن البلاد عرفت واحد مجموعة الخطط، كاين خطة العمل الوطنية للطفولة لفترة 2006-2015، وقبال منها كانت فترات كذلك خماسية لهاته اللي كيقولوا له البرنامج الوطني التنفيذي للسياسات العمومية المندمجة للطفولة 2015-2020، ولكن لم يأخذ بعين الاعتبار الوضعية الخاصة لهذه الفئة، والتي يجب الأطفال في نزاع مع القانون يجب أن يكون موضوع سياسة عمومية مندمجة ومتكاملة، لكي يمكن أن نصل ما نريده، وهو إعادة إدماج هذه الشريحة في المجتمع. شكرا، وأعتذر إن أطلت السيدة الرئيسة.